وابتدينا التصوير تاني. ما بقتش قادرة ابص في وش حد، الكل بيحتقرني، الكل بيلعني. اتفضلي جاهزين. محجوب مفيش. صباح الخير كاميليا. انت عارفه انا طول عمري واقف جنبك من يوم ما عرفتك، وكنت دايما بعارض احمد لما كان بيهاجمك، لكن بصراحه كده انت هتضيعينا كلنا. انا واحمد امبارح بالليل كنا قدام بيتك وشايفين عزيز وهو خارج من عندك، احمد كان هيقتله، لكن الحمد لله ربنا ستر. محجوبا تسيبي احمد علشان كلب؟ سكوت سكوت، كل واحد مطرحه. الصوت جاهز؟ اتفضل يا استاذ احمد. وجت اللحظة اللي كنت خايفة منها، لقيت نفسي قدام أحمد والثواني بقت طويلة زي السنين. محدش يمشي. قلت محدش يمشي. اقفل باب البلاتو. خش بلاكيت 56 19 تاني مرة. أنا اتعودت أدفع ثمن متعتي. إيه شوية؟ لا كتير. أنا مش عايزة فلوس. أمال عايزة إيه بالظبط؟ عايزة تنجح. الكلام ده بتقوليه كل زبون. حرام عليك، أنت عارف أنا بحبك قد إيه. كفاية بقى كدب وأنت. أنا خدتك من الشارع ورجعتك الشارع، مكانك هنا عشان تتنقلي من عشيق لعشيق. دفعت ثمن كل ليله قضيتها معاكي. يا حط واقذر مخلوق عرفتها في حياتي. ستوب. ايه ده؟ ستوب. انا بقول ستوب. ستوب ايه؟ انت اندمجت ولا ايه؟ اصفر. ايه؟ اهلا اهلا عزيز بيه، انت منورنا الحقيقه. انا لما دعيتك ما كنتش متصور انك هتشرفنا هنا. طويل بقى بس اللي اتصل بيا في المكتب قال ان الانسه كاميليا تعبانه شويه. الحقيقه انا كنت عايز افرجك على براعتها في التمثيل، خصوصا في ادوار بنات الشوارع. استاذ احمد، انا ممكن اقدمك للمحاكمه بتهمه البلاغ الكاذب. ما تسيبك بقى من الكلام الفارغ ده وتكلمني راجل لراجل من غير ما تتحامى في سلطات وظيفتك، وساعتها هتبان على حياتك يا عزيز بيه يا جبان. انت بتتظاهر ببرود اعصابك لانك بعيد عن منطقه نفوذك. ما تكلمني زي اي راجل بتدافع عن كرامته، ده لو عندك كرامه. استاذ احمد سامح، ما في شك انك ممثل ممتاز وتقدر تلعب ادوار البطوله بمنتهى البراعه، بس مش على عزيز. المشهد انتهى، كله روح. اللي كنت خايفه منه حصل، مؤكد واحد منهم هيموت التاني، واتأكدت ظنوني. حاول الكلب عزيز يقتل احمد. لكن هيروح مني فين؟ إن شاء الله هتكون نهايته على إيدي. أهلا أهلا يا قطة،
ايه الزياره المفاجاه دي؟ اتفضلي. في ايه؟ ارموه في اي حته لما افضله. اهلا اهلا. شيك قوي الشنطه دي. ممكن اتفرج عليها؟ مسدس. هي القطة بتشيل مسدس؟ لا لا، ده أكيد بتاع التمثيل. يعني ما تموتيش لو أضربك بيه دلوقتي. اضرب وخلص. ما تهونيش عليا يا حلوة. القطط الحلوين مش محتاجين مسدس. كفاية عليها تخربش. المسدس ده هحتفظ بيه تذكار منك. عاوزة تقتليني يا قطة عشان الصرصار احمد سامح؟ يعني انت اللي دبرت الحادثه؟ عايز تموته ليه؟ علشان ده ولد قليل الادب يتحداني انا قدام الناس. حبيت افهمه ان مفيش حد ابدا يتحدى عزيز. خدي بالك المره دي ملصت لي قدامه بس عشانك. انما لو انا عايز اخلص عليه ده موضوع في منتهى السهولة. ما تنسيش انه رايح في المستشفى تحت حراستي. حقنة دواء صغيرة تخلص عليه. انت مستحيل تكون انسان له قلب ومشاعر زي بقية الناس. انا مش انسان، انا عزيز. انت عايز ايه من احمد؟ مش عايز حاجة من احمد. انا عايزك انتي. انتي لسه برضه قطة؟ بس أنا كمان بعرف أخربش. وبتعرف تموت كمان؟ طبعاً. أنا منتظرك الليلة دي الساعة 12. يلا يلا روحي خدي لك حمام سخن عشان تهدي أعصابك. إذا ما جيتيش أحمد سامح ده راح أشيله من على وش الدنيا. الساعة 12 تيجي وتبوسي رجلي قبل ما أخدك في حضني. أحمد سامح هيعيش وهيفضل أحمد سامح. صوصة! محجوب. أيوة أهلا. أنا موضوع كمال يا ده محيرني. احنا اشترينا فستان الفرح سنة.